رسميا يا شباب قناة بي ان سبورت الأولى تنقل مباراة ليفربول وابسويتش تاون يوم السبت عند الساعة 2:30 ظهرا على الحماد يا شباب بمواجهة المدافع الغول فيرجيل فان ديك. كنا ثقة بأنه سيدخل السرور لمدينة ابسويتش تاون يوم غد. تعالوا يا حبايب قلبي خلونا نسولف بمباريات لاعبين المحترفين يعني أهم المباريات ليوم غد وأيضا عن القنوات الناقلة، وإذا ما عندك مشفر وين راح تشوف المباراة؟ كل هذا راح تعرفه من خلال هذا الفيديو. السبت ناري يا شباب أهم المباريات للاعبين المحترفين راح نتكلم بهن يا شباب حسب الترتيب الزمني للمباريات، وأيضا راح نعطيكم القنوات الناقلة للمباريات. واللي ما عنده مشفر لا يخاف يمي ماكو مباراة ما يشوفها، صدقوني انا راح انطيك كل شيء مفيد من خلال هذا الفيديو. السلام عليكم حبايب قلب، انا رضا حبيب، حياكم الله. ونجي لاول مباراة يا شباب وهي قمة بالدوري الانجليزي والكل منتظرها دقيقة دقيقة. نادي ابسويتش تاون يلاقي ليفربول في اولى مبارياته ضمن الدوري الانجليزي البريمير ليج. القمة كروية راح يتابعها الجمهور العراقي اكثر من الجمهور الانجليزي انا متاكد. المهم يا حبايب قلبي ضع لي يا حبيبي وركز لي، خلينا نجي لموعد ووقت المباراة. المباراة راح تكون في يوم السبت غدا عند الساعة 2:30 ظهرا من الدوري الانجليزي الممتاز البريمير ليج. كل التوفيق ان شاء الله للاعبنا الشاب الدولي العراقي علي الحمادي في افتتاح مشوار البريمير ليج. طبعا يا شباب نادي ابسويتش تاون نجح بضم لاعب من نادي مانشستر سيتي. نادي ابسويتش تاون يتعاقد مع اللاعب كالفن فيليس على سبيل الاعاره من مانشستر سيتي، وهي جدا الاعاره ضخمه لنادي ابسويتش تاون وراح يكون اضافه مهمه جدا للنادي. ابسويتش تاون رتب جميع اوراقه وثبت الاعمده الشابه المهمه بالنادي. ان شاء الله يكون النادي مميز بالدوري حتى يكون للاعب علي الحمادي كل المجال بالتطور والتسجيل. وخاصة علي الحمادي يا شباب المطلوب منه التسجيل او صنع على اقل الاحتمال، لان هو احد اعضاء الفريق الشاب اللي معتمد عليهم المدرب بشكل كبير. ونريد من علاوي يقدم افضل ما عنده بكل مباراة، واحنا كجماهير عراقي راح نبقى نتابع اللاعب خطوة بخطوة ونشجعه وندعمه، ونخليكم طبعا على بينة امام كل شيء يصير مع اللاعب والنادي بشكل عام. ونجي يا شباب للقناة الناقلة، بالي يا حبيبي حتى اللحظة وصلتنا انباء تأكد قناة بين سبورت الأولى يعني بين سبورت 1 راح تكون الناقلة لمباراة علي الحمادي يا شباب. حبايب قلب اللي عنده مشفر خليه يجهز حاله ووضعه على قناة بين سبورت الأولى، راح تكون المباراة بين ابسويتش تاون وليفربول، واللي ما عنده مشفر يا شباب لا يحتار. أنا دوم أبث بثوث مباشرة بروابط داخلية بالتليجرام لكل مباريات لاعبين منتخباتنا الوطني، حاول تطلع المباراة وإذا ما رحمت عندك تلقى التليجرام بالوصف وبالقناة موجود. وايضا يا شباب انا انشر رابط بالمنتدى باليوتيوب مالتي التليجرام قبل يوم حتى خلي علم عند المتابعين. اتمنى تجي تنورنا وخلونا نشاهد وندعم علاوي السوية، واضح يا شباب. ونجي للاعب الاخر وهو اللاعب امير العمار. واي من المتابعين تسألني وتقول لي امير وين اختفى، امير وين راح، وليا نادي مغمور. باي حبايب قلبي العماري ورفاقه في نادي كراكوف يلاعبون متصدر الدور البولندي ياغيلونيا عند الساعة ب 3:45 دقيقة، طبعا كل الأوقات بتوقيت بغداد أنا جايب لكم إياه، تمام يا حبايب قلبي؟ المهم يا شباب هاي مباراة أمير العماري اللي تقولون عنه اختفى وبنادي مغمور، واضح يا حبايب قلبي؟ تابع المباراة وراح تعرف النادي مغمور ومختفي لو لا. المهم يا شباب خلونا نجي للاعب اللي حير نفسه وحيرنا وياه، وانا اقصد منتظر ماجد. منتظر يا شباب قبل فتره هواياني نشرت فيديوهات عنه وقلت لكم منتظر تنتظر عده عروض مهمه وقويه، منها عرض نادي هيرنفين الهولندي وعرض اسبانيول الاسباني، بس منتظر هو يتعطل وما اختار وين راح يلعب، لا قبل يبقى بناديه وجدد وعنده بعد موسم ويا النادي هامارفي، ولا قبل باحد العقود اللي متقدمت له، وهي السبب اللي خليته ما يلعب بالمباريات ودائما يغيب عن التدريبات. طبعا من يغيب مو عنادا، لا لا يا شباب، بس يجلس ويا إدارة النادي ويتكلم عن وجهته المقبلة. بس ليلة أمس نشوف طلع مدير نادي هامار بالسويد ويتكلم إذا لم يجدد منتظر ماجد عقده معنا سوف نبيعه قبل إغلاق سوق الانتقالات، هناك عدد من الأندية الأوروبية جيدة تريد اللاعب. وأضاف أيضا منتظر يريد تجديد عقده لكنه أيضا يريد المشاركة لفترات أطول مع النادي.
عقد اللاعب مع النادي ينتهي 2025. طبعا منتظر عنده بعد موسم وينادي هامارفي، بس حسب الاتفاق كون منتظر يجدد يلا يثبت نفسه لاعبا للناس، واذا ما جدد راح يبيعون اللاعب بالانتقالات القادمه القريبه. المشكله يا منتظر انت عندك عقود يا حبيبي، اطلع شوف مستقبلك، وخصوصا العقود اللي عندك قويه ومرتبه، اقبل باحد وتوكل بالله لو تجدد عقدك وينادي هامارفي، افضل من القعده بدون لعب ولا تمارين مثل قبل. المهم يا شباب، نادي هامارفي يلاقي فرنانمو ضمن الجوله 19 من الدوري السويدي الممتاز في الساعه 4 عصرا. كل التوفيق للبطل منتظر ماجد، وان شاء الله نشوفه مرتب وضعه ومجدد وينادي، لان بعد وقت ماكو والدوري بدا، افضل يجدد وينادي هامارفي احسن له بهواي من هاي الامور اللي جاي يسويها. المهم يا شباب، ونجي لنادي اوربيرو. اعرف هذا الاسم غريب عليكم، هسه فهمكم عليه. نادي اوربيرو يواجه غيفيلا في الساعه 4 عصرا ضمن الدوري السويدي الدرجه الاولى، فكل التوفيق للاعبنا احمد ياسين وبيتر جورجيس ولوكاس شولومون. هذا يا شباب نادي احمد ياسين اللي ما يعرف النادي وجديد عليه. ونجي للمواهب الثلاثه، زيدان اقبال ودانيلو سعيد وحسين علي. هاي افضل مباراة من بعد مباراة علي الحمادي بالدوري الانجليزي. هنحكي بالتفاصيل يا شباب، حيث نادي اوتريخت وهيرنفين وجها لوجه في الدوري الهولندي الممتاز، وايضا في مواجهة نارية تحمل نكهة عراقية خالصة بتواجد ثلاث لاعبين من منتخبنا الوطن العراقي في الناديان اوتريخت وهيرنفين. المباراة عند الساعة 5:30 عصرا بتوقيت بغداد، راح تلقون البثوث المباشرة والنقل بدون تقطيع مالت جميع المباريات مو فقط هالمباراة بالتليجرام، راح اجهز لكم الروابط الداخلية وبصفحتنا على الفيسبوك حتى تشاهدون وين ما يعجبكم، سواء بالروابط الداخلية بالتليجرام او بالفيسبوك. الرابط مالت التليجرام يا حبيب راح تلقيه بالوصف، واذا تتعاجز وما تقدر تنزل للوصف ادخل للتليجرام بس اكتب رضا حبيب تطلع لك القناة اول وحدة نفس الصورة اللي مالت اليوتيوب، ادخل ونورنا وخلينا نشاهد جميع المباريات السوية. المهم حبايب قلبي كل التوفيق لزيدان اقبال ودانيل السعيد وحسين علي بالقمة المنتظرة من الدوري الهولندي. ونجي للاعب الشاب المهاري والخلوق ماركو يا شباب وفريقه ستروميز غودست، سيلاعبون ليل ستروم في الساعة 7 مساء ضمن الدوري النرويجي الممتاز. كل التوفيق للاعبنا الشاب الموهوب ماركو. هاي يا شباب اهم الاخبار والمباريات والقنوات الناقله لاقوى مباريات محترفين يوم غد السبت. واضح يا شباب، اتمنى تشارك الفيديو تدعمني باللايك حتى يوصل للناس اللي ما عندها فكره او معلومه عن المباريات والقنوات الناقله. لهنا يا شباب ننهي الفيديو، اتمنى ذا اول مره تشوفني تشترك بالقناه وتدعمني باللايك تجعلني استمر اكثر واكثر. اشوفكم في فيديو خبر جديد، مع السلامه.